أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، باسم الأعضاء السلك الدبلوماسي بالقنصلية العامة لجمهورية تشاد وباسم أبناء الجالية التشادية المقيمة بجدة وهم مكتب التنفيذي للجالية التشادية بالمملكة، ممثلي الأحزاب، شيوخ القبائل، فعاليات النسائية، باسمكم جميعا نرحب سعادة الجنرال إدريس دوكوني الدكير مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الحج ورئيس البعثة والوفد المرافق له وهم عمر الدومة مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس البعثة، جنرال حسن أردوغو عضو بالبعثة، سعادة السفير الطاهر النظيف مستشار رئيس البعثة، شيخ عيسى البروي أمين الصندوق بالبعثة، السيد صلاح الدين محمد عبد الرحمن بردمي أسساس رئيس البعثة، كما لا ننسى معنا هنا الإعلام الكبير السيد حسن بيوبري، طبعا معروف لديكم هو رئيس الإعلام القسم اللغة الفرنسية بمنظمة التعاون الإسلامي. باسمكم جميعا نرحب سعادة جنرال إدريس، أهلا ومرحبا بكم جميعا بمقر القنصلية العامة بجمهورية السعد. نحن سعداء ونتشرف بكم في هذا اللقاء الجماهيري بدعوة كريمة من سعادة الجنرال إدريس دوكوني الدكير. طبعا هو عنده رسالة، عايز يقدم لكم الرسالة. والهدف من الرسالة أو هدف من الدعوة هدف التفاكر والتشاور والنقاش والتناقش في مشاكل التي تواجه حجاجنا في كل عام ونضع وإيجاد حلول المناسبة له. كما نتذكر في العام الماضي في نفس المكان والزمان اتفاكرنا واتشاورنا، فالحمد لله كان طلعنا بالنتائج، النتائج اللي استفدنا منه في الحج العام الماضي. فالعام هذا برضو إن شاء الله أنا ما داير نتيل الكلام وما داير ندخل في التفاصيل، لأن التفاصيل سعادة الجنرال هو ممكن يدخل في التفاصيل ونفسح له المجال إن شاء الله. ونشكر الشيوخ القبائل
ورئيس المكتب التنفيذي للجالية والفعاليات النسائية وممثلي الأحزاب على حضورهم الكثيف، نشكركم جزيل الشكر. كما نشكر الناس اللي نظم اللقاء هذا إن شاء الله، ونفتح المجال عشان رئيس البعثة يجي يدينا المساج بتاعه شنو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Monsieur le vice-consul de la République du Tchad en Arabie Saoudite, Monsieur le membre du consulat du Tchad, Monsieur le vice-président, Monsieur le vice-président de la colonie tchadienne résidant en Arabie Saoudite, Monsieur le représentant des chefs de canton de différents cantons résidant ici en Arabie Saoudite, chers collègues, mesdames, Hadje, كلكم نسلموكم عشان نحن جينا هنا. هذا زي ما قال القنصل تاني مرة، عايز نشكركم عشان كل ما مرة نحن جينا تلاحقونا بملحقة حرة، ونحن في مملكة تنظيم اللي كان في القنصلية موجودة خير من نظام في ناس الآخرين، معناه قنصلية الآخرين ما عندهم شجاعة في ناسهم زي كده. عشان كده عايز نشكر الفيس كونسول مع كل الممبر هنا القنصلية الموجودين هنا، زي ما قال نظموا لنا هذا المحل، عشان هم نظموا لنا المحل، عشان كده نقدر دائما نجو نليفري لكم مساج اللي كان عندنا. المساج هو بس عندي نقطتين. النقطة الأولى، زي ما كلمناكم السنة الفاتة لما جينا هنا لميناكم عشان قلنا إن هنا ذهاب دروجونا في رؤساء عن الحج، وقلنا لكم الحج بلا مساعدتكم ما ممكن، ونخشنا هنا وأديناكم أفكارنا ووريناكم كيف التنظيم عن الحج يكون في سنة 2018. الحمد لله بقدرة الله وريناكم كان الحج 2018، قلنا ننظم نفسنا عشان كل الناس اللي بيجوا من التشاد أهلنا، أهلكم بدون قبيلة، كل التشادين بيجوا بحضروا الحج. الحج قلنا ما سياسة، الحج قلنا ما تجارة، الحج من الخمسة الأوقات عن الدين. عشان ده قلنا نحن متأيدين عشان تساعدونا ومعاكم سوا نقدر نسوي الحج عشان الحجاج هم ضيوف الرحمن يستفيدوا. الحمد لله حج 2018 لقينا نتائج، وهذا النتائج جاء بطريقكم انتم الهسه موجودين هنا في المملكه العربيه السعوديه. عشان كان خطنا مؤيد. المؤيد اللي خدناه قلنا بعد الحج نسوي بيلان. حال الحج 2018 فيها نتائج، حال فرق من الحج اللي كان عملناه السنه اللي فاتت ولا ما فرق؟ الحمد لله لحد اليوم تشاهدين الجو كان هيدرو الحج السنة. نحن هدفنا كيف نفر الحجاج، ما كيف نفر ناس بخير حجاج، عشان الحج هو كان فرحان نحن مبسوطين. الحجاج الحمد لله أكثر من 90% مبسوطين في الحج 2018. ماله عشان انتوا الموجودين هنا كلكم كي ربطتوا سلوبكم وساعدتونا عشان الحجاج اللي بيجوا بحجوا في طريق الصحيح. عشان ده واجب علينا بعد ما الحج خلصت، هسه جينا للميسيون لحج 2019، لازم في نفس السيستم. شغل النصارى بيقولوا كان اكيبي غانيدا ما بيخيروا،
انتوا كل جزء من الاكيب كان خدمتوا معنا. عشان ده نقولوا لازم هذا الشكر المسائلنا نهنا شكرونا، ما واجب علينا نهنا ما نشكروكم انتوا عشان خدمتوا معنا ووقفتوا معنا وبتريكم انتوا الحاج بيجي سكسي. عشان ده صراحة عايز نشكركم بشديد عشان ساعدتوا للحجاج، إن شاء الله الله يقبل حجهم وأنتوا بنفس الطريق الله يخط لكم حسناكم في الميزان إن شاء الله. النقطة الثانية زي ما أنتوا تعرفوكوا في كل عمل إنساني فيه خطأ، ممكن نينا خطينا، لو كان خطينا لمنكم الجالسين هنا ولا كل الأخوان اللي كان مقيمين في المملكة العربية السعودية كان خطينا لكل واحد باسمنا الوفد خلي بسامينا عشان شغل سوينا ده للهجاج. ممكن واحد سوينا عمل ما كويس ممكن ما فرهنا خليت تسامونا، وهذا نفس السماع بلخوا للناس الدرجوكم قدام وقاعدين معاكم. النقطة الثالثة فيها مشكلة شوية بسيط كده ندور نهجي معكم. المشكلة البسيط كان كل انتو سميتو كان فيها ناس كتبوا فوقنا، كتبوا في الهج وكتبوا في رئيسنا الهج، وانتو نهنا كلنا يقولوا فامي وهنا أسرة. المشكلة لما أنت ما توجه للناس بطريقة صحيح بكلام كان كيف المشكلة حصلت، ممكن ناس كثير ما بفهموا شنو الحصل. هذا كله من واجبنا